القلب للقلب. مين بده ياكل القلب؟ مرحبا فيكم احبائي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا كلكم بألف خير. انتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. المنطقة اللي نحن فيها اليوم منطقة هي ببداية النزلة على الوادي. يلي ما حضر فيديو الوادي رح اترك لكم الرابط هون بأعلى الشاشة. منطقة جدا جميلة. قررنا اليوم نحن وبيت ام حسين نجي لهون نشوي دجاج ونعمل شيش طاووق. على فكرة ام حسين بتعمل شيش طاووق ما بحكي لكم، فقلت لها بدنا نصور طريقه التتبيله تاعك تنشوف انت شو بتحطي فيها وليش بتطلع حلقه طيبه. تفرجيكم المنظر اللي وراي، مناظر غير شكل يا جماعه. ام حسين الله يسلم دياتها عم بتغسل الدجاجات هون على النبع. هذا المي ميه النبع، مي بارده منعشه غير شكل، فرح نغسلهم ونجهزهم للشوي. خلصنا غسيل الدجاجات ما شاء الله غير شكل. منقشر التومات اول شيء مشان تتبيله الشيش طاووق. ام حسين او الكاميرا بس بدنا لتتبيله الشيش طاووق شي 3 روس تقريبا. 3 روس مثل هذا اللي حملته بايده. بدنا للنقع، بدنا كل ما نقعناهم بكثير كل ما كان اطيب. صحيح، التوم كثير بيطيب الشيش. يعني هول الكميه من التوم جدا كفايه لكيليان من صدور الدجاج. طبعا التومات فرمناهم بهيدي الفرامه اليدويه ومنحط عليهم هلا زيت. شو ام حسين؟ زيت زيتون. زيت زيتون طبعا. يا سلام. وكمان بلشنا بتقشير البطاطا لانه ما بيصير شيش طاووق بدون بطاطا مقليه. طبعا ما بيصير. بعد ما فرمنا التوم مع زيت الزيتون، ام حسين عم تقطع صدور الدجاج لقطع كبيره. اساسا هو الشيش طاووق بيكون كتير اطيب اذا بتكون الفرمه كبيره. هيك الفرمه قديش بنعملها مشان تكون كبيره ومحروزه وبحسها بتستوي لانه رح ينقع بالتبله تقريبا ساعتين طبعا. او شي ساعتين ونص، واذا بتتركوها اكيد من ليله لليله بيكون احسن. انا بخليها من ليله لليله بس هلا لانه ورد ليله. والنحل، النحل اليوم ما فينا نحكي لكم باستضافتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بنحط الزيت والثوم والحومض. انا الحامض حطيته بقلب اللي. ام حسين حطت لهم رشه حامض للتومات قد ما كان اطيب واحسن. هذا الملح، رشه ملح. بابريكا، نحط بابريكا تقريبا رشه يعني شيء ملعقه وسط. ملعقه وسط اسود، رشه صغيره فلفل اسود، ملعقه صغيره. ملعقه صغيره بهار مشكله. بهارات مشكله او 7 بهار بيج. هذا شو ام حسين؟ بهار دجاج. هذا بهار الدجاج. تمام، بنحط رشة محرزة منه. رشة محرزة يعني ملعقة طعام. رشة محرزة عند أم حسين. احفظوها. هاشتاج رشة محرزة يعني ملعقة طعام. دخيل قلبك يا أم حسين. هذا اللبن الرائي. نحن لأنه طالعين اليوم سيران فجبنا اللبن بالكيس. صحيح. ما لقينا مرطبين. تقريبا حطيتي نصف كوب. تقريبا نصف كوب، يعني الكوب اللي بنشرب فيه نسكافيه المج. هذا الكاري بس حار. هذا كاري حار ما رح نكتر مشان الاولاد. مشان الاولاد ياكلوا ما يقولوا ماما حطها بالهيدا بس السبب زيت زيتون مشان يطلع غير شكل. بيلبق له زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على بركة الله. اوكي عيشوا هالديات. شموا الريحة يا جماعة، شموا شموا لتذوق. طلعت ريحة هلا بيشوفوا لا بيشموا لا بيدوقوا. لا ان شاء الله بيجربوه وبيدوقوا تبلة الشيش طاووق على طريقة ام حسين ان شاء الله.
انا دبس بنادوره ما بحط له، ما بحب احط رب البندوره. ما بحب احط له، بحط خليه على طعمته الحقيقيه. دبس البندوره بصير طعمي ثاني. اذا حطينا دبس البندوره بننتقل لغير طعمه. صح. بدالي صاروا جاهزين للشغل، هلا عم نتركهم ثلاث ساعات، ساعتين ونص، ثلاث ساعات لحتى يتشربوا النقعه. هلا من بعد ما تبلنا الشيش طاووق وحطيناه على جنب، بدنا نتبل الدجاج الكامل. عم نشرح الفخاد مشان يستوي قلبه من جوا جوا، وكمان مشان يتشرب النقعة. وصوت الشلال تحت يا جماعة، والينابيع. ما بعرف إذا الكاميرا لقطة الصوت. يا الله، راحة نفسية. والنحل اليوم بضيافتنا، بضيافتنا عند بربة السكي. ام حسين، انت شو بتتبلي الدجاج الكامل؟ الدجاج الكامل تقريبا قريبي على الدجاج، على تبلة الشيش طاووق. الشيش طاووق، بقيه التومات بنحطهم للدجاجات. وهالي التتبيلات يا ست ليلى، تتبيلة الدجاج صار جاهز بس من شكلها بتتاكل. هلا هيدا كمان بدنا نتركه كم ساعة. يلا حد الشيش طاووق لبين ما بلشنا بقلي البطاطا. ايه، حاطين بهاي المصفيه مشان النحل، مشان النحل ما يجي عليه. جاهزين اليوم النحل، جاي باستضافتنا اليوم. صحيح، انا لو نسينا الخل، نسينا الخل ما بيأثر، بنرجع بنحط وبنحرك انا ببعضهم ان شاء الله. الخل لانه كان بعيد عنا فنسينا نحطه. هذا خل شو يا ام حسين؟ هذا خل عنب. خل العنب جل من لا ينسى، هو خل ابيض. هذا حصل خير بتصير. وبنزيد خل كمان للدجاج الكامل؟ لا، بس للشيش طاووق. بدك بنزيد له، بنزيد له بس. لا لا، انت شو وصفتك يا محسن؟ تمام، بنزيد شوي كمان لهدول لانه بيخلي الدجاج يطرب، بيخلي الدجاج يصير طري. صحيح، بيستوي. يعني بيستوي من قبل الشوي تقريبا يمكن 30%. صحيح، على حسب عدد ساعات النقع. بيطرى، بيطرى كمان كثير. صح، بيطرى. شعلنا الحطب. اول شيء بدنا نقلي البطاطا. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا. امين رب العالمين. حمي الزيت ام حسين، حطت اول شيء حبيتها تشوف حراره الزيت. ما شاء الله. بسم الله وعلى بركه الله. شوفوا ام حسين اسم الله عليها، قالت ليش لحتى نضيع وقت؟ البطاطا عم ينقلها هون، وعملت هون من الحجار والشبكه، هيدي الشبكه ولا شو بيسموها ام حسين؟ مشوايه اللي جايبينها كرمال نشوي الدجاج، حطت اربع حجارات وعملت موقد جديده مشان نشوي الدجاجات هونيك. فحمي تحطينا هيقطعوا هون. هلا بناخذ الفحم من الموقده لهونيك دغري. الفحمات قطعوا، ام حسين عم تشيل الفحم. نحطهم هون، نحط المشوية. استوت البطاطا. بسم الله وعلى بركة الله. حمية المشوية، بلشنا نحط الدجاج. يا سلام، يا سلام على الريحة، ريحة الدجاج مع المتبل بالثوم والخل شي فوق الخيال. يا سلام، شموا الريحة، ريحة الدجاج المشوي على الحطب. بلشوا يستوي يا ام حسين، ما هيك؟ بلشوا. الدخان ما عم ببين. الله يبارك. وهذا اخر فوج بطاطا.
هلا ما باقي علينا الا نشك الشيش طاووق ونشوي، لانه الدجاج المشوي هو اكثر شيء كان ياخذ وقت مع البطاطا المقليه. الشيش طاووق دغري بيطلع، ما هيك يا ام حسين؟ صحيح، ما بياخذ وقت. القلب للقلب، مين بده ياكل القلب؟ وهيدا شو؟ القنصة للقنصة. القنصة للقنصة. شوفوا هاللون، اسم الله اسم الله. الدجاج والبطاطا فينا نقول تقريبا صاروا جاهزين، وبلشنا نحن هون شو نعمل؟ نشك الشيش. هذا ما بياخذ وقت. هذا ادم هين اكله وطيب اكله وما بده وقت. عن جد كثير سهل. رح اخذ انا سياخ الشيش واحطهم على المشويه لبين ما كانت ام حسين خلصت تشكل السياخ. الدجاجات رفعناهم كلهم ومنحط السيخ على المشوية. يا جماعة جربوا تابلة أم حسين بالدجاج المشوي، ما حتندموا أبدا، رهيبة، كتير طيبين كتير. خلصنا الغداء وقعدنا هون على النبع نجل الجليات، منروح على البيت وما معنا ولا صحن وسخ. يا سلام. بدنا فنجان قهوة، لا تقولي ايه والله بعد هالغدا الطيب بدنا فنجان قهوة غير دورة. شكل ضروري جدا. بس عن جد كان الشيش طاووق والدجاج غير شكل يا ام حسين، والله غير شكل. بيلبق له فنجان قهوة طبيعي طيب. ايه والله بلشت الركوة تغلي، بسم الله. عم نحط لها بشوكة بلاستيك لانه ما قشت الملا هلا، لانه ما حنحرك فيها اصلا. بدني فوق هلا، بنرفعها شوي على نرفعها على جنب. يا سلام على ريحة القهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بنخلي الفحمات هن يفوروها ويقلبوها. تك تك عمهلا. فورت. عمهلا ما بيهم. في كتير ناس هيك بيعملوا القهوة يا أم حسين. ايه. ما بيحركوها بالملعقة. ايه. بس بيتركوها هيك تفوق بتطلع أطيب ما. صحيح. بيطلع إلى قشوي إلى رغوة. ما بتبين طعمة الملعقة بقلبك أنا هلا. بيقولوا الملعقة لأنه ستلس بتطعم على القهوة، القهوة سخنة. سبحان الله. يعني بيكونوا ما حركوا. بيرفعوا بس رفع عن النور. الله طريقة حلوة. إذا معنا. فعلا اليوم قضينا نهار كتير حلو الحمد لله، خاصة بهالطبيعة الحلوة. ولا نقعت الشيش طاووق من تحديات أم حسين غير شكل، بنصحكم جربوها ما حتندموا. بهالطبيعة الحلوة بهالهوا النظيف، هلا طلعت نسمة هوا عن جد بترد الروح مثل ما بيقولوا. وهون حبايب قلبي أنا بينتهي الفيديو تبعي لليوم، بتمنى من كل قلبي تكونوا استمتعتوا معنا بهالفيديو. آخر شي بقلكن إياه إني بحبكن كتير وبتشكركن على كل تعليقاتكن الحلوة اللي عم تتركولنا إياها، إن كانت لإلي ولا لأم حسين. ملتقونا بفيديو جاي بإذن الله، باي. وليكو لبسيني وينية. شبع دجاج، ألف صحة وهنا. مسترخية هلا عم تاخد القيلولة. سبحان الخلاق العظيم. تركناها شوي تعيش حياتها وهلا بنرفعها. صورة جاهزة للشرب. صورة جاهزة. يلا. وهيدي أحلى فنجان قهوة مع أحلى قشطة. شو هالفنجان القهوة اللي بيتقدم لملوك يا أم حسين؟ الملك مش أحلى منك يا أم. تسلم لي هالديات. صحة وألف هنا. على قلبك يا رب، يا سلام. إذا بقول لكم هذا أطيب فنجان قهوة أنا شربته بحياتي صدقوا.
طبعا نطفي النار قبل ما نفال حفاظا على البيئة، ونتأكد انها انطفت على الاخر.